حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان، طاب مساءكم بالخير والمسرات. تحية طيبة مني أنا شخصيا بندر الشهري من خلال حلقة جديدة لبرنامج عالم الصحافة. كل التحايا من فريق العمل في هذا البرنامج، ورحب بأرائكم من خلال هاشتاج البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج عالم الصحافة، أو حتى على حسابي الشخصي في تويتر. اليوم مجموعة من الفقرات والأخبار والقضايا الرياضية نقلب فيها، نقرأ تفاصيل التفاصيل وما يدور في فلك صحافتنا المحلية الرياضية وأيضا الوسط الرياضي. بصحبتكم وضيفينا من هنا أرحب بالزميل العزيز سعدون عميبري الإعلامي الرياضي. حياك الله سعدون. الله يحييك أخوي بندر، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين، ونتمنى نظهر بحلقة مميزة تنال إعجاب الجمهور الرياضي إن شاء الله. الله يحييك. من جد أرحب بالزميل العزيز حمدان الغامدي الكاتب والناقد الرياضي المعروف. حياك الله أستاذ حمدان. يا هلا والله، مساء الخير عليك أخوي بندر، مساء الخير على السادة المشاهدين، أرحب فيك وضيفك الكريم الأخ سعود سعدون، وأشكر فريق العمل والإعداد، أشكركم على الاستضافة. الله يحييك يا حمدان. أعتقد أن هذه أول مرة ألتقي فيك في برنامج عالم الصحافة، مع أنك يعني ظهرت معنا بشكل متكرر متواصل، لكن من سوء حظي يا حمدان يمكن هذه أول مرة أشاهدك اليوم أو يكون بيني وبينك أو أحاورك، خلينا أقول لك في عالم الصحافة. العفو العفو، كلكم عينين في راس، كل طاقم البرنامج وقناة الوطن دائما أقولها أنا، وذكرتها مع أخوي عماد وبقية الزملاء، أنه يعني قناة الوطن تعتبر المطبخ الإعلامي للإعلاميين السعوديين. كل النجوم اللي نشوفهم اليوم في القنوات الفضائية والخاصة كانوا من مخرجات هذه القناة وهذه البرامج، فبالتالي إن شاء الله أنه يعني نقدم لهم كل الشكر والتقدير. ولقناة الوطن أتشرف تواجدي معك اليوم فعلا للظهور الأول، وانت من الشخصيات المتابعة على المستوى الشخصي، اتمنى التوفيق ان شاء الله. تسلم يا حمدان، ولمسة وفاء، و يعني صراحة كلام يعني الواحد يعتز فيه، او خلينا اقول لك لما صحيح ان الجميع لديه اخطاء، القناة الرياضية لديها اخطاء ولديها ملاحظات ولديها، لكن بالفعل يعني انت قلت ان القناة الرياضية قدمت اسماء كثيرة ونجوم اعلامية تتصدر الان المشهد الرياضي، لكن المؤسف كل الاسف أن هناك من يتنكر لمن قدمته للمجتمع الرياضي، وهناك من أيضا حتى يعني يحاول قدر الإمكان أن يصطاد في الماء العكر. قبل أمس أتابع أحد الزملاء الإعلاميين للأسف اللي القناة الرياضية قدمته للمجتمع الرياضي يحاول أن يتصيد القناة الرياضية، يحاول أن يدور الزلة على كل ما يحدث في القناة الرياضية السعودية، علما أن القناة الرياضية السعودية هي للجميع، هي قناة الوطن، قناة كل الأندية. قد خلينا بس أوضح الفكرة، قد يعني أحيانا يكون هناك بعض الملاحظات، بعض الأخطاء، نسعى قدر الإمكان أن نكون مسافة واحدة من الجميع، لكن مؤكد بأن الشعار العريض والكبير اللي تسير عليه القنوات الرياضية السعودية وجميع برامجها بأنها مسافة واحدة من جميع الأندية، لا تحابي نادي على أحد، لا تحابي مسؤول على أحد، لا تحابي أيا كان على، فبالتالي هي قدر الإمكان تحاول أن تكون في المنتصف. لكن هناك من يرى من زاوية أخرى. تفضل حمدان، كنت بتقول شيء؟ أنا ما هو موضوعي والله، بس أنك أنت فتحت موضوع مهم صراحة. قبل أن تظهر القنوات الخاصة أو البرامج اللي موجودة اليوم اللي تغطي الوسط الرياضي، وهذا جزء من دورها وجزء مهم جدا لا يمكن أن نغفله، الانطلاقة الحقيقية لكل هذه الأسماء كانت من قناة الوطن. دائما المعروف يسدى لأهله، ومن غير اللائق التنكر للقناة الرياضية قناة الوطن. وكان في حديث خاص لي مع كثير من الزملاء، لعل أيضا الفرصة المناسبة أن يعني نتكلم معك في هذا الجانب. نقطة الانطلاقة الإعلامية في الوسط الرياضي قناة الوطن من عشرات السنين، يعني بنذكر من أكثر من 15 إلى 20 سنة وقناة الوطن موجودة، بينما القنوات الخاصة تقريبا في العشر سنوات الأخيرة. بالتالي كل الناس اللي تصدروا المشهد اليوم انطلاقتهم كانت من الرياضية السعودية، على الأقل هذه وجهة نظري أنا اللي أتبناها وأحملها. نعم، وهي وجهة نظر نعتز فيها حمدان، وتواجدك معنا يشرفنا، وكل من يتواجد معنا في جميع البرامج بالتأكيد يعني نعتز به ونعتز بأراءه. كنت بتقول شيء؟ شوفك تأشر لي يا سعدون. جاز لك الموضوع ولا لا؟ لا ما هو جاز لي، يعني بصراحة أنا سعيد جدا أن نفتح الموضوع هذا يعني في حلقة اليوم. القناة الرياضية السعودية أنا أجزم بأنها خرجت أكثر من 90 إلى 95% من الإعلاميين والمذيعين والمحللين حتى المراسلين
الموجودين الآن النخبة جميعهم تخرجوا من القناة الرياضية السعودية، هذا مصدر فخر لنا. أنا لما أتكلم على القناة الرياضية السعودية أنا ما أجامل، هذه قناة الوطن، قناة يعني حاضنة للجميع. صحيح. حتى في الفترة الأخيرة يعني رغم عدم وجود الدوري السعودي أو دوري المحترفين على القناة الرياضية، وهو يعتبر هو يمكن الجاذب الأكبر للجمهور، إلا أنا أعتقد أن ما يقدم في القناة الرياضية السعودية سواء من طرح أو من برامج أنا أعتقد أنه مميز جدا. أشكر يعني في هالمناسبة الدكتور صالح الورثان ومهندس تركي الدعجم على الجهود الجبار والعمل الدؤوب الذي يقدم في قناة الوطن، أتمنى التوفيق. بالنسبة إذا ما تكلم في بعض اللي تصيدون الأخطاء، هذه طبيعة البشر، العمل الناجح ما حد للأسف يعني يعطيه اعتبار، الجميع ينتظر الإخفاق وهذا شيء طبيعي، وكل ناجح لازم يخطي ويتعلم. أتمنى التوفيق للجميع، جميع الزملاء وجميع القائمين على القناة الرياضية. الانتقاد أمر متاح وأمر إيجابي للجميع. إحنا ما نقول لا تنتقدوا القنوات الرياضية، انتقدوها بالعكس، انتقدوني، انتقدوا كل الزملاء، لكن أن يعني تركز كل التركيز على كل ما يحدث في القناة الرياضية لسبب من الأسباب ما ندري وش اللي بينك وبين القناة الرياضية، يعني أنا أمر مؤسف صراحة والله. أنا تابع أحد الزملاء قبل يومين في تويتر، يعني حتى يعني عملت بحث لتغريدات القناة الرياضية، يعني ما أدري بينه وبين القناة الرياضية مشكلة، أو أنه يعني هو في الحقيقة شخص الأمور، يعني تجاوز الانتقاد إلى الشخص. فبالتالي أمر مؤسف، يعني حنا نتمنى إن شاء الله، أسأل الله أن نكون دائما عند الثقة وعند حسن الظن. نبدأ فقراتنا الأولى، الصفحة الأولى استعراض المانشيتات الكبيرة والعريضة التي جاءت في صحفنا الرياضية المتخصصة. نبدأ مع الرياضية، الشباب يحرم النصر من وليد في نهائي الكأس. أما الرياضي، ماذا يحدث في العالمي؟ وقع وليد وراعي جديد وبرونو تمديد. في صحيفة النادي أيضا الحديث عن الكابتن وليد عبد الله وانتقاله للنصر، غمزة جابت الأراكوندا. وليد عبد الله يحمي عرين النصر. بالإضافة إلى عناوين أخرى إن شاء الله راح نفصل فيها، لكن من خلال المانشيتات حمدان، وليد عبد الله الآن هو قضية القضايا بعد العويس. طبعا بندر خلينا أخذها من زاوية أخرى، من جانب آخر، أنه المشكلة في نادي الشباب ليست في اللاعبين، التركيبة الإدارية التي اختلفت في تعاطيها وتفاعلها مع اللاعبين والمحافظة على اللاعبين النجوم، نجوم المنتخب، من خلال العقود، وأبرزهم الآن ثلاثة لاعبين ابتداء بعبد الملك الخيبري، ثانيا العويس، ثالثا وليد عبد الله، اسماء كبيره جدا لا يمكن ان يخطر في بال احد انه ممكن اداره نادي الشباب تفرط في هؤلاء اللاعبين. ولكن اليوم العرض والطلب، ايضا اربطها يا بندر بعمليه عقد لجنه الاحتراف او اللائحه اللي تقول 2,400,000. دائما انا اللي وجهه نظر في هذا الموضوع، نعم، انه انا ضد تحديد سقف الراتب، لانك اليوم لما تحط 2,400,000 وعندك مفاوضات على 7 و8 و5 مليون امام الملا، فانت بالتالي قاعد ترسل رسائل سلبيه ايضا للفئات السنيه. اليوم لما اللاعبين هؤلاء ينتقلوا بمبالغ زهيده جدا، ونادي الشباب لا يستفيد ولا يستثمر من عقود هؤلاء اللاعبين بتسويقهم قبل دخول فتره ال6 شهور او العمل على التجديد، احنا اليوم ناخذ نموذج موجود في الدول الاوروبيه بندر،
الأرسنال عمره ما يحرص على أنه يعني حريص أنه يحقق بطولات، ولكن هدفه الأول والأخير اللي هو إنتاج اللاعبين، لدرجة أنك تجد 3 إلى 4 لاعبين موجودين في نفس المركز، وبالتالي يصدر لبقية الدول الأوروبية كلاعبين وكأسماء. نادي الشباب كان يمتحن هذا الأسلوب وكان يصدر مجموعة من اللاعبين، وكان في زخم كبير جدا. كان هذا أنت قلتها يا حمدان، كان صحيح. الآن الوضع الحالي وضع مؤلم، واقع يعني مرير بالنسبة لمحبي الكيان الشبابي، خاصة الآن لما الآن يستمعون لكلامك وتربطهم بالماضي الجميل، فبالتالي أمر مؤلم، يعني مؤلم جدا بالنسبة للشبابيين. حاخذ من الماضي يا بندر اللي ذكرت موضوع الأسماء الكبيرة، فؤاد أنور، عبد الرحمن الرومي، سالم سرور، فهد الكلثم. هذه الأسماء اليوم لما تجي وتلاقيها موجودة فقط في التحليل الرياضي، ونادي الشباب اللي اليوم عمل معاهم أكثر من 10 سنوات وكانوا نجوم الجيل الذهبي وتحقيق البطولات، نعم، ولا يستفيد منهم نادي الشباب. أيضا هذه مشكلة ثانية، لما نجد أنه نادي الشباب أصبح بعد أن كان النادي الثاني لكل جماهير المملكة العربية السعودية كنادي ستايله هادي، ستايله جميل جدا، لاعبين نجوم، تحقيق بطولات، لا يوجد مناكفات، لا يوجد تصريحات، كان النادي المحبوب الثاني لكل الأندية. اليوم دخل في صراعات كبيرة جدا، لو نستعرض 3 اللاعبين فقط اللي أنا ذكرت، نعم، يا بندر كان ممكن يدر على النادي أكثر من 25 إلى 30 مليون. نعم. حسن معاذ الموسم الماضي تم عرض عليه 19 مليون، هناك من أبطل الصفقة، محمد العويس كان في مفاوضات حصل ما حصل، عبد الملك الخيبري مشى بهدوء 6 شهور وانتقل للهلال، الأسماء 3 اليوم، وليد رابع اسم، مفروض أن يكون في إدارة استثمارية حريصة على أن هؤلاء النجوم، نعم، أسوة بما فعله الأمير خالد بن سعد لو نتذكر، صدر هؤلاء اللاعبين فؤاد أنور، صالح الداود، فهد المهلل، فهد الكلثم، سعود السمار، نعم، كل هذه الأسماء استفاد منها الأمير خالد بن سعد، واشتغل على الفئات السنية اللي كلنا نعرف مخرجاتها اليوم، عطيف إخوان والسعران والأسطى والمجموعة الذهبية اللي حققت أيضا استمرت في تحقيق البطولات، نعم، 5 6 مواسم الماضية. اليوم أنا أطالب نادي الشباب بأن يكون عندهم مدرسة أوروبية إما هولندية أو برتغالية، لأن هي اللي تصنع النجوم. منطقة نادي الشباب في طريق القصيم في الرياض الكل يعلم أنها منطقة آهلة بالسكان، وموقعها استراتيجي جدا للاستثمار الرياضي. نعم. لما نحن اليوم نعمل على أفضل موقع لنادي رياضي، أفضل موقع للأندية الخمسة الكبيرة، نعم، نادي الشباب والنادي صحيح. الأهلي بجدة، كونها على مواقع استثمارية. لما نجي اليوم ونعمل أكاديمية في إدارة نادي الشباب أو على المدخل الخاص أو في موقع نادي الشباب باختصار، هولندية أو برتغالية بندر، أنت حتعمل على موضوع الاستثمار. الإدارة المحترفة اليوم تعمل على استقطاب اللاعبين البراعم، نعم، ومن ثم استثمار عقودهم للبيع للأندية، خاصة أنه اليوم إحنا على وجه الخصخصة، وقد نعم يكون الشباب أحد الخيارات المناسبة أن نكون داخل ضمن هذا البرنامج. صحيح، على اعتاب مرحلة جديدة وهامة ومفصلية في المشهد الرياضي، مرحلة الخصخصة. خلنا نشوف حمدان معك ومع سعدون وجميع المشاهدين، صحيفة عكاظ وصفت ما يحدث في البيت الشبابي من خلال هذا العنوان الكبير، من خلال هذا العنوان المؤلم لكل الشبابيين ولكل من يحب هذا الكيان الكبير، تشليح الشباب. شو رايك يا سعدون؟ أنا أختلف صراحة من العنوان، يعني عنوان أنا أعتقد أنه يعني أكبر من اللي جالس يصير. إذا ما تحدثنا عن صفقة انتقال محمد العويس الأهلي، أنا أعتقد أنها طبيعية. حارس المنتخب الأول، أبرز الحراس السعوديين في الآونة الأخيرة، لم تقدم له إدارة الشباب العرض المرضي، وهذا طبيعي جدا، انتقل للعرض الأكبر وهذا طبيعي أيضا في عالم الاحترام. نعم، ما في شك. أنا كلاعب، أنا لما يكون راتبي مثلا 15,000 يجيني عرض راتب 500,000، شيء طبيعي جدا أني أنتقل. بس أعود الكلام أخوي حمدان، هو تكلم بخصوص موضوع وليد عبد الله، أن الشباب يعني ما استثمر عقد اللعب. أول شيء وليد عبد الله الكل يعلم أنه يعني حارس جيد، حارس المنتخب السعودي، لكن عمره كبير. نعم. أنا أعتقد أنه هو المستفيد وليد عبد الله من الانتقال، أعتقد 31 سنة، عمر كبير جدا في عالم الاحتراف. إذا ما نعود الكلام زميلي حمدان، يعني قصدك وليد عبد الله ما راح يفيد؟ لا، هو يمكن يفيد، أنا أعتقد وليد عبد الله راح يفيد النصر يمكن سنة أو سنتين فقط. أيضا وليد عبد الله
لديه يعني بعض الأخطاء اللي شاهدناها سواء مع المنتخب. يعني لو رجعنا مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم كأس آسيا 2011 في قطر، أنا أعتقد لو الجمهور الرياضي يتذكر تلك البطولة، أنا أعتقد وليد عبد الله يفترض أنه ما يكون حارس حتى أساسي في الشباب. بس إلى فترة قريبة كان هو الحارس الأول في السعودية. يمكن اختيارات مدربين، يعني أنا أذكر من فترات كان هو الحارس الأول وكان أفضل الحراس الموجودين عبد الله المعيوف الأهلي، وأيضا تيسير الـ الـ أو محمد الحارس الأهلي ياسر مسليم. أيضا كان هناك حارس الهلال خالد شرحيلي، وأيضا حارس النصر وليد عبد الله النزي كانوا مميزين وكان الخيار، وهذا شيء طبيعي. نعم. أنا بس ودي أتكلم عن جزئية، وتكلم عن أخوي حمدان أن الشباب يعني فترة من فترات كان يعني يبيع لاعبين كثير. على فكرة نادي الشباب تاريخيا ما قال يصدر أو أنتج لاعبين خدموا الكرة السعودية. لا، هذه في الجزئية الأخيرة. في البداية تحدث أن نادي الشباب معروف أنه من يعني يصدر لاعبين او انه يقدم لاعبين صغار بالسن ومن ثم تقديمهم للانديه الاخرى. تاريخيا الشباب الوحيد يمكن في الكره السعوديه اللي ما هو من هالنوعيه، شباب ما يقدم لاعبين ابدا. يعني ما اذكر في لاعب شبابي بارز طلع من الشباب راح لنادي اخر، ما اذكر ابدا. اذا ما نتكلم عن يعني قصدك بدا انا ذكرت كاجيال او صعد القاعده. لا ذكرت كاجيال، هو يعمل على تهيئه وابراز لاعبين جدد ناشئه تخدم الكيان الشبابي ومن ثم تصدير الجيل، وذكرتهم بالأسماء، تصدير الجيل الأندية الثانية، فؤاد أنور، فهد المهلل، سعود السمار، فهد الكلثم، فهد المهلل، الجيل هذا صالح الداود أيضا. نعم، صالح الداود. هذا الجيل بعد ما حقق البطولات على مدار 12 سنة راح اللي راح للنصر للاتحاد للهلال بقية الأندية، جاء جيل جديد عطيف ومجموعته اللي مثلت إلى الآن ومن ضمنهم وليد عبد الله. هذا الجيل ما جاء من البراعم وراح نادي ثاني، لا، جاء وكمل في نادي الشباب. هذا الفكرة، أن الجيل اللي حقق البطولات هو اللي تم تصديره للأندية الثانية. طبعا هذه كانت كتكريم من خالد بن سعد في ظل عدم وجود هذه الاحترافية الموجودة اليوم، كانت تكريم للاعبين أنفسهم أنه بعد ما قدموا عطاءات كبيرة جدا لنادي الشباب بالتالي يستحقون التكريم، كون نادي الشباب قد لا يستطيع تأمين مبلغ مكافأة يليق فيهم، كان تصديرهم لنادي النصر لنادي الاتحاد بمبالغ وعقود مجزية جدا على الأقل في ذيك الفترة، فبالتالي كانت مريحة للاعبين. أخوي حمدان نذكر أيضا أنه راح حمدان الصين أيضا فؤاد أنور. أخوي حمدان، نعم. بالنسبة لانتقال فؤاد أنور، فهد المهلل، صالح الداود، كانوا يمكن حتى انتقالهم ما كان لاموا في يعني ما كان حتى مقنع فنيا، وكانوا في آخر عمرهم بدليل أن أكثر لاعب يمكن لعب سنة أو موسم ونص. أتفق معك، وارجع للنقطة الرئيسية أنها تكريم. شوف، إحنا لما نتكلم عن تصدير أخوي حمدان، إحنا لما نتكلم عن تصدير لاعبين يعني مثل ما حدث في نادي القادسية عندما انتقل، يعني حتى القادسية على فكرة تاريخية الاتفاق والقادسية وأندية الشرقية من الأندية المعروفة بتصدير اللاعبين الصغار. لما نتكلم عن انتقال أو فترة انتقال سعود كريري وسعيد الودعاني من نادي القادسية لنادي الاتحاد، كان يمكن كانوا يمثلون المنتخب الأولمبي حينها. أيضا انتقال ياسر القحطاني كان عمره أتوقع 21 أو 22 سنة، انتقل للهلال. حتى بعدها انتقال محمد السهلاوي من القادسية للنصر كانت أعمارهم صغيرة. أعتقد أن موضوع يعني تجهيز اللاعبين وتسويقهم على الأندية مختلف تماما في نادي الشباب. بس على فكرة لكن سعدون، أنا ما طرقت للجزئية دي تماما، قد فهمتني خطأ. أنا أتكلم أنه يصدر جيل حقق بطولات ويعمل على بناء جيل، هذه سياسة الشباب ناجحة. هذا للأسف يعني أنا اليوم مهم أقول مهمة محددة لجيل لهذا الجيل تحقيق البطولات، ثم بعد الاكتفاء من الاكتفاء والتشبع من هذه المهمة ينتقل إلى جيل آخر، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. الجيل الكبير كتكريم أيضا، وذكرتها بالاسم من خالد بن سعد لأنه يعي قيمة هؤلاء اللاعبين اللي حققوا بطولات، انتقالهم كان للتكريم. صحيح مستوياتهم الفنية حمدان قد نزلت، ولكن خبرة اللاعب في الأخير لاعب دولي لاعب منتخب. طيب سالم سرور، الرزقان، ما يتكررون يا حمدان، الرومي. هذا جيل ما يتكرر يا حمدان. صحيح، يعني معليش، يعني مع كل احترام والتقدير للجيل الحالي، ما يعني الأسماء اللي انت ذكرتها من الصعب انت تكرر في الكرة السعودية ناهيك عن نادي الشباب. يعني معليش، انت ذكرت أسماء يعني شيء تعد في فترتها في قائمة الأساطير، يعني لما تتكلم عن فؤاد أنور وسعيد البيران ولا شيء. الشباب مختلف الثلاثة مواسم الأخيرة، الشباب مختلف تماما، ولكن الجيل اللي عمل عليه خالد بن سعد كفئات سنية وبدأ معاه موسمين أو ثلاثة ومن ثم سلم الرئاسة للإدارة التالية،
حققت البطولات، واحنا نعرف انه نادي حقق تقريبا من 7 إلى 8 بطولات خلال 8 سنوات الماضيه. طيب عشان نربط حديثنا بالعنوان اللي معانا ما نطلع بعيد، في صحيفة الرياضية عنوان كبير عن نادي الشباب: سامي يطلب لاعبا أبعده قبل 2 عامين، الشباب يتعاقد مع المنسقين 3. في التفاصيل، حسمت إدارة نادي الشباب التعاقد مع لاعبي الهلال المبعدين محمد القرني، خالد الكعبي، فهد غازي، تسجيلهم بنظام الهواة، كون الشباب ممنوعا من التسجيل بأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وكان الهلال قد أعلن الاستغناء عن الثلاثي صباح أمس قبل توقيعهم للشباب. سيشارك الثلاثي في تدريبات الشباب اليوم استعدادا لمواجهة التعاون التي ستقام غدا الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين. كان سامي الجابر المدير الفني في فريق الشباب قد أبعد القرني عن صفوف الهلال عندما كان مدربا لفريق الهلال قبل 2 موسمين، وعاد ليستقطبه الآن في فريق الشباب ويرحب بانضمامه. أبو ريان، مثل هذه الأسماء قادرة على النهوض بالشباب؟ ممكن تضيف أو تقدم شيء للشباب؟ أنا أعتقد أن 3 لاعبين قادرين يقدموا الكثير للكرة السعودية بشكل عام. ترى في مشكلة يمكن البعض ما ينتبه لها، يتكلم عن منسقي الهلال. أنا أعتقد أن أي لاعب منسق من الهلال أنا أعتقد أنه مكسب كبير لأي نادي آخر. يعني ممكن ينجح في نادي آخر، ما في شك. طب ليش ما نجحوا في الهلال؟ طبيعي جدا، أنت لما تتكلم عن فريق يضم نخبة النجوم في المملكة العربية السعودية، فمن الطبيعي لا تجد فرصة. يعني إذا ما عدنا مشاركة خالد الكعبي تقريبا في الموسم الماضي وقبل الماضي، في نهاية قبل الماضي قدم عطاءات مميزة جدا للجميع الذكر. أيضا فهد غازي لو نتحدث عن مشاركته الأخيرة أو ظهوره الأخير مع نادي الهلال، أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في مركز الدفاع في الكرة السعودية. أيضا محمد القرني، يمكن محمد القرني يعاب عليه يعني بعض عدم الانضباطية في بعض الفترات، لكنه لاعب يمتلك إمكانيات مميزة جدا، وعدم نجاحه وعدم ضمانه اللعب أساسي في الهلال أنا أعتقد أنه شيء طبيعي. جميع الخانات في نادي الهلال يعني مكتظة باللاعبين. أيضا أنا أعتقد أن خالد كعبي، فهد غازي تحديدا يحتاجهم نادي الشباب في هذه الفترة. لو عدنا يعني إلى هذه بتضيف للشباب، ما في شك. لو رجعنا تتفائل فيها أنت مع الشباب؟ ما في شك، أنا أعتقد نسبة نجاحها بنسبة كبيرة جدا. طيب خلينا نشوف رأي حمدان. حمدان شو رأيك؟ أنا والله يا بندر ودي أن نحول يعني دوري المحترفين إلى دوري الهواة حقيقة، ثغرة كبيرة جدا ومشكلة وإساءة لدوري جميل اللي يعتبر حقيقة مبالغ الرعاية والدعاية والإعلام فيه عالية جدا. صحيح. لما نجد أن اليوم 3 يسجلوا بنظام الهواة. صحيح. قبلهم ربيع سفياني في نادي الاتحاد قبل أسبوع تقريبا، وهو اللي سجل هدف أيضا في مباراة الوحدة. قبلهم أنا أذكر كأسماء بعيد عن الألوان، وقبل فترة أتذكر أن كانوا يتغنون أن الدوري السعودي ثاني أو ثالث أغلى دوري في العالم. موجود هذا، موجود حقيقة ومبالغ فيه كبير جدا. لكن لما تجي لما تجي للتنظيم يا بندر وسداد الأندية لما تجي سداد الأندية وتجد العجز هذا الأندية، برضو يجيك علامة استفهام المبالغ هذه بتروح فين، لأنه الأندية لها جزء كبير من هذه الحصة وهذه المبالغ وبالتالي عليها ديون. عبد الملك الخيبري، وسامة هوساوي، ربيع السفيان، اليوم 3، هذول كلهم مسجلين بنظام الهواة. طب اللائحة هذه يعني المفروض أن يعاد صياغتها بطريقة أو بأخرى ويعاد ترتيب. عموما الأسماء 3 بشكل عام، كون نادي الهلال يزخر بنجوم كبيرة جدا، تجد اللاعبين 3 قد يكونوا الخيار الثالث في نفس المركز، فبالتالي إعارتهم أو حتى تنسيقهم بهذه الطريقة لنادي الشباب، يحاول نادي الشباب ترميم وترتيب وضعه بشكل أفضل حتى يقدم نفسه خلال الموسم ويلحق الركب. يعني كون الآن أندية الظل الفيصل التعاون قد تتفوق على نادي الشباب، وهذا ما لا عهدناه حقيقة في تاريخ نادي الشباب. ولكن الأسماء 3 تظل إضافة كونها خيار ثالث لمدربي نادي الهلال، وبالتالي قد يكون الخيار الأول لنادي الشباب بحكم نجومية اللاعبين في نادي الهلال. نعم. بحكم احتياج نادي الشباب لهذه المرحلة. نعم. قد يقول نرجع للعنوان أنه سامي استبعدهم قبل 2 سنين من نادي الهلال. نعم، لأنه في نجوم أساسيين في نفس المركز، بالتالي نعم. فرصتك حتكون صعبة اليوم لما تستقطبهم. أيضا أنت على علم بمستويات هؤلاء اللاعبين أثناء تدريب نادي الهلال، بالتالي حيعملوا إضافة لنادي الشباب. أتمنى حقيقة على المستوى الشخصي عودة نادي الشباب للواجهة من جديد. حمدان، سامي في مأزق. سامي
مدرب طبعًا الشباب طبعًا جدًا إماليًا وإداريًا. يعني أبرزها بندر أنه تخيل القضية اللي بين الأهلي والشباب في موضوع الستة مليون كانت كفيلة بأنه ما يكون عليه قضية أولًا وتسدد رواتب اللاعبين وتحل أزمتك، وبالتالي حتى اللاعبين الثلاثة تسجلهم كلاعبين محترفين. أمس في حديث ودي بيني وبين أو قبل أمس مع الكابتن سعيد العويران لاعب الشباب سابقًا، والله يعني كان مستاء متذمر يعني لدرجة ما تتخيلها كلاعب شبابي من اللي قاعد يصير، لدرجة انه يقول اطالب الادارة الشبابية والجهاز الفني والاداري بما فيهم الكابتن سامي الجابر بان يرحلوا عن الشباب ويأتي فريق جديد او ادارة جديدة وجهاز فني يستلم، يقول اتركوا الفرصة لغيركم، لن تقدموا اكثر مما قدمتوه الفتره الماضيه. يعني واضح انه مستاء حزين جدا هذا اللاعب سعيد العويران احد المحبين ولاعب الشباب سابقا. انا بندر يعني قبل الموسم الماضي علق استاذ فهد القريني على تغريده كتبتها انا قلت العويس في طريقه للانتقال من نادي الشباب قبل سنه، نعم علق عليها فهد القريني واكدها السنه هذه انه يا جماعه الخير جددوا مع محمد العويس لأنه لاعب نجم ولاعب دولي وراح ينتقل في أي لحظة. ظهر في أكثر من برنامج وكان متحفظ جدا، مع أنه واضحة لغة مثل ما تفضلت الألم والندم موجودة في مشاكل واضحة وصريحة، ولكن يظل حقيقة في أدبيات الطرح الإعلامي ومحبين للكيان في حدود ضيقة جدا ما يحبوا يتكلموا. فؤاد أنور قال هالكلام، فهد الكلثم ذكر هالكلام، ولكن احترم في هذه الشخصيات انهم يتكلموا حقيقة، اضافة لسعيد مثل ما ذكرت يتكلموا يعني بشكل سطحي لانهم عارفين انه في خلل كبير في نادي الشباب عمره ما مر على نادي الشباب. بالتالي كافضل خمسة اندية يعني في المملكة بدون تقليل في بقية الاندية ولكن في مستوياتها الجماهيرية والبطولات احتاج نادي الشباب اعادة صياغة ادارية ومالية واستثمارية، ويكون من ضمن اعضائها لاعبي اختيار مجموعة من لاعبي الجيل الذهبي. نعم. لأنهم حقيقة مثل ما شفت في الفترة الماضية من طرح لهم ومن نقد لهم ومن حرص حتى أنهم ما بيطلعوا الأشياء اللي ممكن نعم. أي إعلامي يعرفها ويطلع عليها، متحفظين على أنها تظهر ولكن يطالبوا بطريقة أو بأخرى بإيجاد حلول مناسبة. أتمنى يكونوا لاعبي الجيل الذهبي ضمن طاقم الإدارة الجاية. نعم سعدون باختصار شو كنت بتقول عشان نقفل هذا الموضوع بننتقل عنوان آخر؟ أنا أعتقد أن لسان حال جماهير نادي الشباب يتحسرون بشكل كبير جداً على عدم وجود الرمز الشبابي الأستاذ خالد البلطان الذي قدم فريقا أسطوريا وأصبح الجميع يتحاشى حتى مفاوضة أي لاعب شبابي. خالد البلطان أنا أعتقد أنه يعني هو الرجل المنقذ، وجود الإدارة الحالية أنا أعتقد أنها لن تفيد نادي الشباب. بخصوص موضوع سعيد العويران وحديثه عن إقالة سامي الجابر وإقالة الجهاز الإداري والفني، أنا أعتقد أن هذا موضوع مجحف. لو لم يكن سامي الجابر تحديدا هو مدرب نادي الشباب صدقني بتكون هناك مشاكل أكثر. سامي الجابر يعني يمتلك ميزة التعامل مع الأزمات الأمور الفنية، يعني لما ما يكون عندي سامي قال الإدارة والجهاز الفني كلهم يجب أن يرحلوا، لو تعامل محبي نادي الشباب بعد الانتقال العويس وليد عبد الله وش دخل الجهاز الإداري الفني من نادي الشباب إلا الموقع فقط، وش دخل الجهاز الفني والإداري في انتقال اللاعب؟ لأنه ما قدم مستويات، خسائر، ديون، مشاكل كثيرة، أكيد أنها يعني كلها هي منظومة متكاملة. إيه بس لا يمكن أن تربط في انتقال. أنا أعتقد أن سوء إدارة نادي الشباب لمفاوضات انتقال محمد العويس للنادي الأهلي في جزئية ترى على فكرة يمكن ما حد تحدث عنها كثير، اللي هي موضوع سامي الجابر منذ بداية الموسم أكد بأنه لا يحتاج الحارس محمد العويس. أنا أعتقد أن إدارة الشباب أخفقت في تسويق اللاعب والاستفادة منه مادياً. الآن على فكرة نادي الشباب ما راح يستفيد ولا ريال محمد العويس. صحيح. وكان بإمكانه يستفيد من صفقة الخيبري والعويس ووليد عبد الله، ممكن يستفيد أكثر. ما في شك أنا أعتقد 40 مليون. يعني أنا أعتقد أن سوء الإدارة رقم كبير. يمكن مشاكل أكبر المشاكل في نادي الشباب. نعم. طيب على هاشتاق عالم الصحافة. تلي المرقاب يقول ملينا من الميول ورمي الكلام على الآخرين لحساب التعصب، يا رب أن الضيوف محايدين. أكيد أبو ريان وأبو يزن معنا، حمدان الغامدي من هناك، مؤكد بأن يعني راح يكونون مسافة واحدة من الجميع، منصفين مع الجميع. سعد الشمري يقول وليد عبد الله وقع للنصر ولا لحد الآن؟ انتظر خلال الساعات. طبعا هو الكلام خلاص يعني الاتفاق تم وانتهى، لكن الإعلان الرسمي أعتقد خلال الساعات القادمة أو قريبا، يعني ما يحتاج
التايجر يقول الكرة بالملعب والدوري للعميد عبد الله، التعاقد مع مدرب، تجديد رعاية، اتفاق مع حارس، التعاقد مع ظهير أيسر، كل هذا في 24 ساعة، أمر لا يحدث إلا بالنصر ومعك حيلان. أحمد أوف مسي عليك وعلى ضيوفك، يقول يبدي إعجابه فيك حمدان وقناة الرياضية قناة الوطن لكل المواطنين. الرياضي ما هي أخبار قضية ألتون؟ ايضا عبد الله يقول الهلال يفاوض والانديه توقع، فاوض العويس وقع الاهلي، فاوض وليد عبد الله وقع النصر. ابو عبد الله حجيلي يعلق على كلامنا في بدايه الحلقه عن من يتصيدون الاخطاء على القناه الرياضيه، يقول ما احد يتصيد عليكم، فيه انتقاد لكم وهذا من صالحكم لتصحيح الخطا، اترك عنك مرضى تويتر، انتم تقدمون عمل والحكم للمشاهد. صحيح، واحنا نتقبل انتقاد ودائما نقول انتقدونا، بالعكس الانتقاد امر صحي وامر ايجابي، ومن واجبنا أن نستمع لكل الآراء وكل الانتقادات وكل الملاحظات. لكن لما يأتي شخص القناة الرياضية هي اللي قدمتها للمجتمع يعني، ويبدأ بتسليط الضوء والتركيز على الأخطاء البسيطة، ويبدأ يحاول أنه أصلاً تلقاه ساكت ما يطلع إلا إذا صار فيه ملاحظة أو خطأ على القناة الرياضية، هذا وش نسميه؟ هذا نسميه انتقاد؟ مستحيل نسميه انتقاد. يا أخي من أنت لولا الله ثم القناة الرياضية؟ كان أنت الآن نكرة بالنسبة للمجتمع الرياضي. فبالتالي هي أنا أتكلم عن الوفاء فقط، الوفاء للقناة الرياضية اللي قدمت الأسماء الإعلامية الكبيرة الموجودة في كل القنوات الرياضية فقط، هذا اللي أنا أتكلم عنه. عنوان ترى في جزئية أحد اللي تكلم وقال التعصب وما التعصب. للأسف ترى أغلب يقولونكم محايدين، أنت وأبو يزن محايدين. يقول نتمنى ضيوف محايدين، يعني يقول يعني إحنا ملينا من التعصب. ممتاز. للأسف بالعكس، شيء فيه للأسف مع كامل احترامي وتقديري له، الجمهور الآن ما يبحث عن المحايدين، بالعكس أنت خلك يعني أخرج عن النص، أعلن ميولك، بالعكس تحصل الجمهور يردد اسمك ومقاطعك كذا. للأسف في الفترة الأخيرة الوسط الإعلامي تحديدا الرياضي أصبح يعني وسط بصراحة سيء جدا جدا، حتى يمكن بعض الزملاء الإعلاميين تحدثوا في سواء في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي أن يعني الوضع اللي إحنا فيه صراحة معيب، يعني الواحد يمكن يوصل لمرحله انه يستحي يقول انا اعلامي رياضي بصراحه. فانا اتمنى يعني بهالمناسبه من الزملاء الاعلاميين، نحن يعني في بلد او في المملكه العربيه السعوديه حاضنه الحرمين الشريفين، يعني يفترض ان نرتقي، يفترض يعني على فكره ترى اغلب جمهورنا شباب صغار يعني ترى. بس انت تتكلم عن شريحه او فئه معينه، للاسف الشريحه الاكبر الان هناك اسماء الإعلامين. هناك اسماء بالعكس، اسماء متزنه، اسماء موضوعيه، اسماء يهمها رياضه وطن، ما في شك في موجودين، يعني احنا لا يمكن ان نعمم على الجميع. على العموم احنا نتمنى ان شاء الله ان الاسقاطات والامور التي لا 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 يعني الواحد يستحي انه يقولها ولا يرضى عن نفسه، نتمنى من الزملاء الاعلاميين الارتقاء، هذه امانه في ارقام. نعم. طيب عنواننا القادم من صحيفه المدينه، نتابع العنوان والتفاصيل. اتحاد الكرة يلغي لجانه ويستبدلها بإدارات متخصصة بمشورة دولية وآسيوية. إلى التفاصيل، يسابق رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزة الزمن في إحداث التغييرات المنتظرة في إدارته من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المديرين التنفيذيين طلال آل الشيخ وحمد الصنيع ونزيه النصر، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد عادل البطي، والتي ستلغي العمل المباشر للجان التي اعتمد عليها الاتحاد لأكثر من نصف قرن وتحويل الأعمال إلى إدارات مستقلة. على سبيل المثال بيكون هناك إدارة فنية وإدارة احتراف ومسابقات ومالية وقانونية والإعلام والمعلومات والتسويق والحكام، وتتحول من نظام اللجان إلى نظام الإدارات المستقلة. وش رأيك بهذه الخطوة حمدان؟ طبعا هذه نقلة احترافية بندر، وحيصير في تنظيم اسمه إدارة العمليات تحتها كل هذه الأسماء أو الإدارات اللي انت ذكرت في قالب استثماري تسويقي، كون الأسماء الموجودة لها باع كبير في إدارة الشركات سواء رئيس الاتحاد أو حتى الشخصية المتفق عليها عادل البطي وبقية
الأسماء الموجودة في إدارة عمليات بدل لجان اتحاد القدم، هذه النقلة الموجودة نعم والتوليفة وتقليص عدد أعضاء الاتحاد، ذكرتها الموسم الماضي أنه أحد أسباب المشاكل الرئيسية اللي عانى منها الاتحاد السابق هو 19 عضو كان فيه 3 تكتلات، أيضا عدد اللجان كان 15 لجنة. السببين الرئيسيين هذه كانت أحد الأشياء اللي كانت تعمل على إحباط وكثير من المشاكل في الوسط الرياضي. اليوم لما نجد إدارة العمليات تقريبا من 6 إلى 7 إدارات والأعضاء 9 أعضاء تقريبا إلى 10، هذه الأمور حتعمل توليفة، حتعمل تنسيق، تناغم في العمل، أيضا إدارة محترفة. وطالب أنا أيضا إضافة جزئيتين قد لا تغفل عليهم وأكيد أنه ماشيين فيها في الفترة القادمة، وسبق تكلمت مع طلال الشيخ في هذا الموضوع شخصيا، اللي هو المطالبة بالتخصص في الإدارات والعمليات التنفيذية داخل أرض الميدان والحيوية والشباب. نحتاج اليوم جيل شاب متخصص. واربطوا يا بندر بالبعثات الخارجية، لما نجد احنا اليوم الدفعة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبالتالي كل الجيل القادم من برا غالبا صحيح قد يتعرض للبطالة أو المشاكل هذه لما نستقطبه فريش طازة جاهز بتخصصه باللغة الإنجليزية، التمويل، التسويق، العلاقات العامة، الإعلام، إدارة الموارد المتكررة، ها؟ البشرية، أيوة متخصصين. فبالتالي أنت اليوم لما تدرجه فينا في مجال العمل الرياضي ويكتسب خبرة مع الاتحاد والاتحاد ثقافته والإطار العام له تسويقي استثماري، يعي مفهوم الإعلان، يعي مفهوم الدعاية، يعي مفهوم الراعي الرسمي للأندية الرياضية، هذه المنظومة والتركيبة الموجودة اليوم في اتحاد القدم الجديد لازم تفرض على الأندية بشكل أو بآخر. سيتم تغذية الأندية فيها وإجبار الأندية على بعض التفاصيل الدقيقة حتى تنهض الأندية، وبالتالي ننتقل من الهواة إلى الاحتراف. إحنا لاعبين كرة القدم والجهاز الفني والإداء الجهاز الفني محترفين، بنجد المدرب مع طاقم ومحترفين. عندنا مشكلة في كرة القدم فقط الجانب الإداري، لازال جانب هاوي، بمعنى أنه الناس هذول يجوا في المساء أو المرتبطين بأعمال أو إعارات. أحتاج أن الطاقم الإداري يكون أيضا محترف متفرغ يعرف أنه هذا عمله. أيضا حيجينا في الفترة القادمة تحويل مسميات الأندية إلى شركات، أسوة بأشقائنا في دولة الإمارات، شركة العين، شركة الوحدة، شركة الوصل. فبالتالي كل هذه طبعا مش مجرد اسم، تحتها تفاصيل كثيرة جدا في الاستثمار الرياضي من خلال ناديين أو ثلاثة أندية في الصيف، حتبدأ تتضح الصورة للوسط الرياضي وللرأي العام. وأنت أحد المتخصصين حمدان في التسويق والاستثمار الرياضي، أعتقد ولا يفتوى مالك في المدينة بأن التسويق والاستثمار الرياضي لدينا يسير ببطء، إن كان هناك تطور أو تقدم فهو تقدم بطيء وبطيء جدا، ولا لا حمدان؟ صحيح، أنا ماجستير في الإدارة الرياضية بندر، ومطلع على كل التفاصيل هذه، وأشكرك على يعني هذه التمريرة، ولعلها إن شاء الله يعني الأخوان يعني 3 أجيال أو 4 أجيال متخرجين من جامعة الملك عبد العزيز إدارة رياضية، وبعدها الدبلوم الإدارة الرياضية. اليوم الكرة في ملعب اتحاد القدم يستفيد من هذه الأسماء أكثر من 90 يعني طالب، وأكثر من 90 طالب في دبلوم الإدارة الرياضية. التوجه العام والمسار اللي ماشيين فيه اتحاد القدم كفيل بأنه يستقطب المجموعة هذه، وبالتالي زرعها في الأندية، في اللجان، في الاتحادات، في تنظيم المباريات، في لجنة جديدة برئاسة سلمان النمشان موجودة في رابطة المحترفين تقدم عمل جميل جدا، اللي هي لجنة المراقبي المباريات والمنسقين، مراقبي ومنسقي المباريات، هذه عليها عمل كبير جدا في التنظيم، بتعمل تقرير إضافي يا بندر للمباريات إضافة لتقرير لجنة الحكام بحيث تقل الأخطاء، تقل الملاحظات. بالتالي أنت قاعد تقدم مباراة ديربي أو كلاسيكو أو مباراة جماهيرية مثل الرائد والتعاون في منطقة بريدة، بتقدمها بشكلها الجميل، يشعر المتابع بعد كذا أنه نبعد عن المخالفات، نبعد عن الاستفزاز، نبعد عن التصريحات، تكون رياضتنا جميلة في تصريحاتها، في لعبها، في جماليتها. فإن شاء الله نتوقع حقيقة الاتحاد القادم نجاح كبير جدا. الثلاثة شهور هذه كفيلة بأن تتضح الصورة بنسبة 30 إلى 40%، ومن الموسم القادم حتبدأ الاحتكاك الحقيقي لهم، يبدأ يبرز عملهم بشكل أوضح إن شاء الله. أتمنى لهم التوفيق. ممتاز ممتاز، نتمنى لهم كل التوفيق. على الهاشتاج عبد السلام العالمي يقول للشباب مصير مصير الرياض، والسبب نفس السبب من يعمل بنادي الشباب. هاني ينور المدرب الوطني القدير يقول يذهب من يذهب ويبقى رجال الشباب، سيعود الشباب أقوى
كما كان قوي، مسألة وقت. نتمنى ذلك. الشباب أحد أركان الكرة السعودية، والأسماء اللي قدمها الشباب للرياضة السعودية أسماء لا يمكن أن تتكرر. يوسف الغنيمي: الشباب يحتاج إلى جهاز فني متمكن على مستوى تطلعات الشبابيين، وهذا سر تراجع الشباب. ممدوح الرويل يقول: ضيوفك، أسأل ضيوفك هل انتقال وليد عبد الله مكسب للنصر وخسارة للشباب؟ عبد الله يقول: سلم لي على ابو يزن وقل له ترى الاتحاد بطل الدوري باذن الله. عبد العزيز يقول: تظل القناة الرياضية السعودية الحاضنة لكفاءات المستقبل الإعلامية، أهم ما يميزها أن ما بها إسقاطات أو تصفية حسابات. نتمنى ذلك، ونتمنى أن نكون دائما نقدم كل ما هو يرتقي برياضة وطن، وأيضا حتى يساهم في التطور. خالد الجهني: شكرا لك خالد. طيب، عندنا عنوان جديد، نتحول إلى المشهد النصراوي، البيت النصراوي. نبدأ مع صحيفة الاقتصادية ثم عنوان آخر من صحيفة البلاد. في صحيفة الاقتصادية: وليد مقيد بسبع رواتب، النصر تنازل عنها. عبد الغني يعود بعد 57 يوما، ووادي تزيح المسافر. في العنوان الآخر من صحيفة البلاد: زوران يوضح للرأي العام النصراوي وللجميع لا علاقة لعبد الغني برحيل. طبعا تسعى إدارة نادي النصر بعد الاتفاق مع وليد عبد الله حارس فريق الشباب لكرة القدم على التنازل عن مستحقاته المالية البالغة 7 أشهر، وذلك لتقييده كلاعب هاوي خلال الفترة المقبلة في محاولة أو في حال موافقة ناديه، إلا أن الأنباء تشير إلى أنه سيكمل عقده مع ناديه على أن يكون حاميا للعرين الأصفر الموسم المقبل بعد انتهاء عقده. على صعيد آخر، عاد القائد حسين عبد الغني لتدريبات النصر بعد الإجازة المفتوحة التي منحتها الإدارة بسبب خلافه مع المستقيل الكرواتي زوران ماميتش الذي أبلغ الإدارة بعدم الاعتماد عليه. في نفس الموضوع وفي نفس الإطار، توضيح من المدير الفني السابق لنادي النصر في صحيفة البلاد السيد زوران ماميتش، قال أو كشف عن السبب الحقيقي الذي أجبره على الرحيل عن النادي نافيا علاقة قرار الاستقالة باللاعب حسين عبد الغني، وقال أن حسين عبد الغني لاعب كبير لديه إنجازات ووجهة نظري فنية لا يوجد خلاف بيننا، ولا علاقة لقرار استبعاده بخروجي من نادي النصر. تطورات سريعة في البيت النصراوي يا أبو ريان. أنا ودي أعلق على الكابتن هاني أنور، هو تداخل قبل شوي في تويتر. هاني أنور مدرب نادي الرياض، ونادي الرياض للأسف الآن في المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية، يعني خسر في اللقاء الأخير أمام الكوكب 4. نتمنى إن شاء الله نادي الرياض ما يهبط، نادي الرياض نادي كبير لإنجازاته، وشد حيلك يا كابتن، خل نادي الشباب في حاله. هو انتقد، هو ما قام يعني، ما قال رأي يعني، ما عنده أي مشكلة. نحترم الكابتن هاني أنور. بالنسبة لنادي النصر، أنا أعتقد أن التعاقد مع وليد عبد الله، رغم أني أتحفظ على مستوى الكابتن وليد عبد الله، إلا أنه يعتبر أمر مميز. تراجع مستوى عبد الله العنزي ويعني وأثبت أن إصاباته كثيرة وأخطاء كثيرة، أيضا الإصابات المتلاحقة والأخطاء الفادحة التي تصدر من الكابتن حسين شيعان، أنا أعتقد أن وليد عبد الله سيكون يعني أو كان خيار مميز جدا للنصر، وسيفيد النصر على الأقل عام أو عامين. بالنسبة لاستمراره في نادي الشباب، أنا أعتقد أنه سيستمر وليد عبد الله. وليد عبد الله حتى نهاية الموسم، أعتقد يمكن إلا في حال حل الأمور المادية، وأنا أعتقد بعد النصراويين قادرين على حل الموضوع هذا. عودة عبد الغني، عبد الغني ما حد يختلف أنه من أفضل أو من أبرز اللاعبين اللي مروا على تاريخ الكرة السعودية، سواء مع المنتخب السعودي والمساهمة في التأهل للأولمبياد أطلانتا 96 والفوز بكأس آسيا مع المنتخب الأول 96 أيضا.
لكن حسين عبد الغني يعني وصل لمرحلة متقدمة من العمر، أعتقد 41 سنة، حتى يمكن ظهرت عليه العصبية في الفترة الأخيرة. نعم. حسين عبد الغني أعتقد أنه يرغب في إنهاء مسيرته مع النصر بعد تحقيق كأس ولي العهد لو حقق النصر. أنا أعتقد أن هذه الخطة لدى حسين عبد الغني. زوران أنا أعتقد أن يمكن البيئة أصبحت في ضغط أتوقع من إدارة نادي النصر في بعض الأمور، يمكن حتى شاهدنا مباراة القادسية الأخيرة، يعني حتى تبديلات المدرب، يعني أنا لو كنت مدرب مستحيل أتخذ قرار بإجراء جميع التبديلات في الدقيقة 60، لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخذ هذا القرار حتى لو كان الفريق مهزوم بنتيجة 10 أو 15. يعني اتخذ قرارات غريبة بالنسبة لي. غريبة، يبدو أن المدرب وصل لمرحلة متقدمة. لا جيت رايح كثر الفضايح. تبديلاته أمام القادسية تؤكد أن هناك مشكلة، في سبب، في سبب كبير جدا. أنا لو كنت مكان إدارة نادي النصر يمكن ألغي عقده قبل نهاية المباراة. يعني زوران طعن النصر كما يتردد في الرأي العام النصراوي. لا شوف، هو ما تقدر تقولها بهالطريقة هذه. شوف المدربين الأجانب على فكرة جالسين يستغلون الأندية السعودية بطريقة عجيبة. الأندية للأسف مستحيل أنها ما تعرف، يعني أنت لما تتعاقد مع مدرب ويكون الشرط الجزائي راتب أو راتبين أو ثلاثة، يعني وش تعني المدرب؟ ما عنده مشكلة، بالعكس هو بيسوق لنفسه. نعم. بيجد عرض أكبر. وبيعطيك ثلاث رواتب بيمشي. نعم. حتى في البيان النصراوي أكدوا أنه سيحافظون على حقوق النادي، ما في شيء تحافظ عليه أصلا، المدرب بيعطيك ثلاث رواتب بيمشي. ما فيها طعن. أنا أعتقد أن في مشاكل داخل البيت النصراوي. نعم. ساهمت في رحيل زوران من النصر، رغم أنه قدم شكله كمدرب مميز في الفترات الماضية، حتى مع تراجع مستوى أغلب اللاعبين في نادي النصر إلا أنه استطاع أن ينهض بالفريق. نعم صحيح. وأنا أعتقد أن خسارة ذهابه خسارة للدوري السعودي. صحيح. حمدان، أنا بندر أذهب مع استقرار المدربين واستمرارهم على دفة إدارة الأجهزة الفنية والإدارية، على اعتبار أنه مستويات الأندية غالبا ما تتصاعد من موسم إلى موسم أو من جولة إلى جولة باستقرار هؤلاء المدربين. الأسبوع الماضي تفائلنا خير تقريبا لما نجدد النصر معاه لموسم قادم، وهو لا زال في منتصف الموسم وتجدد معاه أيضا للموسم القادم، معناته في رؤية واضحة، في استراتيجية، في برنامج، في هدف مشروع ومحدد للموسم هذا والموسم القادم. لما نجي اليوم ونشوف هذه الاستقالة والمبررة والمؤتمر الصحفي وكثير من التأويلات والتصريحات حتى التبني بعض الآراء، حقيقة في يعني في أشياء غير واضحة نحتاج أنه في الأيام الجاية راح تظهرها. قد تكون المشكلة الأبرز أنه ناس كثير ربطوها بموضوع حسين وهو ما نفاه أنه لا علاقة باللاعب، وكلنا كنا متفقين على المستويات اللي قدمها زوران لنادي النصر. يعتبر خسارة كبيرة جدا على مستوى الجهاز الفني، الجهة اللي حيروح لها تعتبر مكسب كبير جدا، ونترقب ونتطلع ونشوف وين حيروح ونتابع زوران، حنجد أن يقدم مستويات كبيرة جدا ويحقق بطولات كنت أتمنى. نعم. حقيقة المحافظة عليه واستمراره مع نادي النصر. نعم. وليد عبد الله يعتبر بالنسبة لي مفيد وإضافة لنادي النصر وخسارة في نفس الوقت على مرمى نادي الشباب، حارس دولي. احنا اليوم لما نجي ونشوف عصام الحضري في بطولة كأس أمم أفريقيا في الجابون، حارس عمره 44 إلى 45 سنة وقاعد يدير الحراسة، أنا لا أستكثر على وليد عبد الله. صحيح عندنا إهمال، عندنا سهر، عندنا عدم تقوية الجسم بالألعاب التقوية خارج ألعاب التدريبية، إلا أنه ذلك لا يلغي أبدا. احنا شفنا محمد الدعيع استمر تقريبا إلى سن 36 أو 37، ولكن كان في قد يكون في بعض الأشياء الجوانب الشخصية اللي عجلت برحيل محمد الدعيع، ولا محمد الدعيع يعطي له سنوات كبيرة جدا. وليد عبد الله لو اشتغل من جديد وعمل تدريبات إضافية لمستواه الفني مع المنتخب ومع نادي الشباب حيعتبر إضافة كبيرة جدا، قد يكون للتوأمة أو للتآلف والتقارب فيما بين وجهات النظر الشبابية والهلالية دور كبير في أنه وليد عبد الله أيضا يكمل في نادي الشباب، على اعتبار أنه الحارس الأساسي الآن، ولا يمكن أنك تخاطر ببقية الموسم في لاعب ناشئ جديد. قد تكون سياسة النادي من الموسم القادم. نعم. أنه يبدأ بالحارس الجديد جوهر. ما له دخل الهلال جوهر في الموضوع. أنه يبدأ دخل الهلال في الموضوع. نعم. عودة عبد الغني للتدريبات حمدان. عبد الغني يعتبر لاعب كبير جدا، وإحنا شفنا كثير من اللاعبين يعني يستمروا إلى سن متقدم وهم يؤدوا أعطاءات جميلة جدا. مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر غالبا بندر تكون فقيرة فنيا وشحيحة باللاعبين. احنا نتذكر محمد شليه وأحمد الدوخي في مركز الظهير الأيمن،
يعني بعدهم للأمانة ما يحضرني أي اسم حتى وإن كان في أظهرة تقليديين. في المركز الأيسر يعني حسين عبد الغني، وأيضا أسماء في ذاكرة خالد الرياضيين، أسماء لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. وفي الباك الأيسر بندر حسين عبد الغني وخالد الرشيد. نعم. أيضا الأسمين هذول إلى اليوم من يلاقي صراحة بديل، قد يكونوا أيضا أظهرة تقليدية. لما نجد في المركزين هذول أشخاص بيقوموا بأدوارهم المناطة فيهم، كون صناعة يعني كون كرة القدم اليوم أصبحت صناعة، فبالتالي أنت ممكن تجيب لاعب مصنوع في المركز تعطيه أدوار معينة يقوم فيها يؤدي فيها، بس لاعب صريح يفهم دوره الهجومي يفهم دوره الدفاعي يكون مؤثر. أيضا اللاعب محمد عبد الشافي، احنا شفنا الموسم الماضي كيف كان مفتاح وصناعة لعب رئيسية في صناعة الهجمات للنادي الأهلي. المركزين هذولي يعني يحتاج أن نعيد. نعم. في الجهاز الفني يا بندر أن يكون فيه لا مدرب خاص بمركز الدفاع، يعني يتولى مهمة توجيه اللاعبين في مركز الدفاع. لأنه اليوم كرة القدم تبدأ في الهجوم من الدفاع، لما يكون عندك مدرب يبدأ يوجه يبدأ يعطي تعليمات يبدأ يشرب هؤلاء اللاعبين في الفئات السنية أو حتى في المراكز هذه متخصص فقط بالأربعة الأساسيين والأربعة الاحتياط، يعطيهم مهام معينة، حنظفر بدفاعات تعمل على صناعة كرة القدم من جديد. نعم. بالنسبة لحسين عبد الغني يعتبر عودته من جديد قد تكون فيها برضو أيضا نوع من التكريم من نادي النصر، كونه قدم أعتقد 6 مواسم 2 دوري وكأس ولي عهد، بطولات تحسب لحسين عبد الغني والنادي النصر، إضافة أيضا الكابتن محمد نور شاهدنا كان شريك في هذا المنجز، وكنت أتمنى على المستوى الشخصي أنه محمد نور ينهي تاريخه الرياضي في نادي النصر أيضا ببطولة الدوري، ولكن شغف هؤلاء اللاعبين المتقدمين في السن إلى لعب كرة القدم. نعم. هو اللي يخليهم متواجدين رغم الأحداث المصاحبة أو الظروف اللي بتصاحب كل لاعب من مرحلة إلى مرحلة. حاجز السواد على الهاشتاج يقول رحيل زوران مرتب له من قبل إدارة النصر، تتفق معه ولا لا يا حمد؟ أنا ذكرت أنه في أشياء جاية ممكن تطلع معنا في الأيام الجاية، لكن أنا رأيي الشخصي أنا أستبعد تماما أنه مش مرتب، وأنه زوران طالما جددت له إدارة نادي النصر قبل أسبوعين فهي حريصة على استمراره. إيش اللي حصل هيظهر معنا في الأيام القادمة. من اللي خسر الآخر، النصر وزوران؟ النصر خسر زوران، ويعتبر مكسب للفريق القادم. إيش بتقول أبريان؟ لا إش. أنا أعتقد أنه مرتب له بدليل ظهور المدرب لأول مرة يمكن في تاريخ الرياضة السعودية أو تاريخ كرة القدم أن يظهر مدرب مستقيل في مؤتمر صحفي مع رئيس النادي. أنا أعتقد ثانيا إدارة النصر لم تجدد عقد المدرب، هناك اتفاقية لتمديد عقد المدرب لعامين آخرين ولم يتم التجديد. أنا أعتقد هناك في بعض الترتيبات بين إدارة نادي النصر وبين المدرب حتى يمكن ظهر في المؤتمر لكن كان بين طيب السطور. طيب وش السبب؟ وش السبب؟ بندر في سعدون النادي الأهلي عمل مؤتمر صحفي مع بريرة قبل قدوم جروس، لحظة حمدان مؤتمر صحفي بإنهاء العقد. حمدان ثواني بس أبو ريان وش السبب؟ أنا أعتقد أن هناك يعني المدرب حتى ليش أنا أسعى لإبعاد مدرب قاعد يحقق معي نتائج إيجابية إذا كان هذا كلامك صحيح؟ شوف إذا بنقيسها بهالطريقة هذه حتى إدارة نادي النصر أيضا إبعاد الأستاذ عبدالله العمراني من منصب نائب الرئيس، إبعاد بدر الحقباني مدير الكرة في بداية الموسم، أنا أعتقد أن الأمور هذه كلها يمكن مرتبطة في موضوع، وخلنا نكون واضحين، موضوع حسين عبدالغني بدليل يعني حتى إدارة نادي العين أكدت أن هناك مفاوضات شفهية مع إدارة نادي النصر بخصوص انتقال المدرب لتدريب نادي العين. ظهر ذلك في بيان. ظهور المدرب في مؤتمر صحفي مع رئيس النادي وتأكيده بأن ذهابه إلى نادي العين أو اتفاقه مع نادي العين زين بناء على ظروف زوجته الصحية، يعني حتى التبرير ما كان يعني ما كان أحد يعني يقبله، يعني لو كان لدى زوجته ظروف صحية ليش يروح العين؟ ليش ما يروح للكرواتيا إذا ما كان هذا المبرر؟ أنه يعني يتكلم من زوجته مريضة أو شيء أو زوجة أحد الجهاز. أنا أعتقد في ترتيب، لكن يمكن إدارة نادي النصر حاولت أن تمتص غضب الجماهير خصوصا وأن المدرب يقدم عطاءات مميزة جدا، وأنا أعتبره من أفضل المدربين. نعم. الموجودين في الدوري السعودي هذا الموسم. ظهوره في مؤتمر صحفي أنا أعتقد أنها سابقة للمدرب، يعني فك ارتباطه في النادي تعتبر سابقة. نعم. حمدان باختصار شديد نقفل على الموضوع. بريرة قبل 3 مواسم عمل مؤتمر صحفي برئاسة الأمير فهد بن خالد في النادي الأهلي، أثناء إنهاء عقده كان في مؤتمر صحفي. زوران ليس الأول ولن يكون الأخير، المدربين الكبار غالبا ما ينتهي
مشوارهم التدريبي باتفاقية أو بتنسيق أو بترتيب، أسوة بريرا في النادي الأهلي قبل 3 مواسم، زوران ليس الأول ولن يكون الأخير، هذه طبيعة المدربين الكبار. نعم، طيب ننتقل إلى عنوان آخر، من النصر إلى الأهلي وماذا يحدث في البيت الأهلاوي. في صحيفة عكاظ، جروس يغلق التدريبات، الأمير يحتفي بالفريق قبل الديربي، العويس خارج حسابات الأهلي، ومارفيك منزعج. من الأهلي إلى الهلال، في صحيفة الرياضية، ماذا يحدث في الهلال؟ سالم والفرج يقتربان من التجديد، وعطيف يترقب. حمدان، بشكل مختصر الأهلي والهلال وماذا يحدث في البيتين الكبيرين؟ الأهلي في مواجهة في الديربي مع نادي الاتحاد، من الطبيعي أن تقفل التدريبات ويكون عندك استعداد على قدر نادي الاتحاد بحكم الديربي اللي بين الفريقين والاستعدادات. نادي الاتحاد خسر 3 نقاط كانت كفيلة جدا بأن تجعل نادي الاتحاد الثاني مكرر أو الثالث مكرر، يعني بمجموع نقاط الأهلي تقريبا، هذا حيجعل في المباراة فيها نوع من التنافس الشريف والمستوى الفني العالي، كون مباراة الفريقين فيها جوانب فنية، جوانب نفسية، جوانب إعلامية، جوانب أخوية حتى فيما بين اللاعبين، لأنه بنجد أنهم من عوائل متقاربة بيطلعوا بيروحوا مع بعض، فكل الأجواء هذه كفيلة بأنه تجعل النادي الأهلي ويمكن أيضا نادي الاتحاد في المقابل قد يقوم على عمل معسكر، لأنه بعد اللاعبين في اليومين الأولى اللي قبل المباراة والتركيز عليهم، برنامج غذائي، البعد عن السهر، النوم في المعسكر اللي خاص بالنادي، تجعل الاستعداد عالي جدا. أنا ضد التركيز على اللاعبين بأهمية المباراة بشكل مباشر، لأنه مثل هذا المعسكر بطبيعته يوصل رسالة أهمية المباراة، اللاعبين اليوم لاعبي خبرة في الفريقين، فبالتالي فقط تبعدهم عن أشياء معينة اللي هي السهر والبرنامج الغذائي والنوم بشكل كويس، حاضرين ذهنيا وفنيا. الهلال، أنا قلت على نواف بن سعد أنه أذكى أو أفضل شخصية هلالية بدون تقليل في الآخرين مر على نادي الهلال في الفترة الأخيرة، ومشكلة نواف بن سعد أنه فاهم فنيا، يعني الرؤساء السابقين قد يكونوا إداريا متميزين وبيكلوا المهمة للمدرب الفني، نواف بن سعد إداريا وفنيا، فنيا أعطته مساحة كبيرة أنه يتداخل مع المدربين، بيفرض توصيات على المدربين، وهذه بالنسبة للمدربين الأجانب فيها نوع شوي من الإزعاج، أحدث هذه الفجوة فيما بين المدرب. دياز لما حضر في الفترة الأخيرة كان في علامة استفهام على سلمان الفرج، وكلنا نعرف أنه 6 مباريات ما لعب. لما يجي دياز ويقول اليوم هذا لاعب منتخب ويجي عندي احتياط، لا أحتاج يكون أساسي، تغير شكل الهلال، تغير أداء الهلال على مستوى منتصف الملعب، على مستوى الهجوم، على مستوى الأداء الجماعي. جميل. العقود أرهقت الهلاليين في موضوع سلمان الفرج، وفيما بين التعاقد مع محمد العويس ونواف العابد الآن على الأبواب وسالم الدوسري. هؤلاء النجوم يحتاجون حقيقة التفافة شرفية هلالية للمحافظة على هؤلاء اللاعبين كأسماء تخدم نادي الهلال. اللاعبين يا بندر عندهم رغبة أولى أنه الهلال بالنسبة لهم رقم واحد، ولكن العرض والطلب صحيح بتفرض أشياء أحيانا صحيح تجعل اللاعب في حالة حرجة أنه هل أبقى أو أستمر. أتمنى للاعبين كل التوفيق. أبو ريان، الأهلي والهلال بشكل مختصر، الآن مارفيك مدرب المنتخب يقول لك منزعج، طالب من المسؤولين بضرورة حل قضية العويس لحاجة المنتخب الماسة له، وضرورة ممارسته للعب مع أي من الناديين وعدم انقطاعه حتى لا يتضرر اللاعب وينعكس بذلك على المنتخب الذي هو بحاجة لكل لاعب. وش اعتقد ان المدرب لا يمكن يطلب مثل هذا الطلب، لانه لو عدنا مثلا الفتره الاخيره مشاركات المنتخب، محمد العويس يقدم او ولي عفوا محمد العويس لا يلعب اساسيا في نادي الشباب، المدرب ضمه وايضا ضم وليد عبد الله، وليد عبد الله يلعب اساسي، يعني هذا انا اعتقد انها مطالبه غير منطقيه واعتقد انها غير موجوده. نعم نحن يعني كرياضيين نتمنى ان يتاهل المنتخب السعودي لنهايه كاس العالم، وفي مرحله منعطف مهم جدا في التصفيات، نتمنى عدم انقطاع جميع اللاعبين، جاهزية جميع اللاعبين.
أنا بتكلم عن الهلال بخصوص ما ذكره أخوي حمدان إن الأمير نواف بن سعد يتدخل في التشكيلة بحكم إنه يعني فاهم فنياً. أنا أعتقد أن الموضوع هذا غير موجود، لا يمكن يعني لو الأمير نواف بن سعد بهالطريقة ما كان قال المدرب السابق، كان أبقى عليه وفرض أموره أو شروطه الفنية ومشت الأمور. لا، أنا أعتقد الموضوع هذا غير موجود في شخصية الأمير نواف بن سعد. أتفق مع أن هناك مشكلة يمكن واجهت الهلال في التعاقد مع محمد العويس، وهي تجديد عقد سالم الدوسري سلمان الفرج. يمكن الأمور المادية ما كانت، لكن يعني الشيء اللي أنا متأكد منه، لو كانت إدارة الهلال ترغب في التوقيع محمد العويس، أنا أعتقد أنه لن يذهب إلا لنادي الهلال. ليش ما كان عرض جدي؟ يعني ما كان يمكن الخيار الأول، أو أعتقد أن إدارة الهلال لم تعطي محمد العويس الاهتمام الأكبر. أنا أجزم وفي شواهد يمكن كثيرة أن إدارة الهلال لو رغبت في التعاقد مع لاعب، صدقني لن يذهب لنادي آخر. أنا أتكلم تاريخيا. نعم. لكن يمكن دخل نادي الأهلي بحكم أنه يمكن شاهد أن إدارة الهلال ليست جادة في مفاوضة محمد العويس، وبالتالي تمت الصفقة. نعم. بشكل عام أنا أعتقد أن الهلال يسير بشكل صحيح للمنافسة على بطولة الدوري. نعم. الانتصارات المتتالية على الفرق متوسطة المستوى أنا أعتقد هي من تجربة الفوز. الفوز في اللقاء الأخير أمام الفريق الصعب، أنا أعتقد أنه أفضل فريق في الدوري يقدم كرة قدم حاليا نادي الاتفاق، أنا أعتقد أنه فوز هام. نعم. جدا جدا، ظهور خريبين في مستوى مميز. أنا نعم. أعتقد أنه كلها أمور إيجابية لصالح. شكرا لك سعدون العويمري، وقتنا انتهى، يعطيك العافية بريان. شكرا لك أخوي بندر، وسعيد جدا بالظهور مع أخوي حمدان الغامدي، وأتمنى التوفيق لكم جميعا. كل الشكر لي الأستاذ حمدان الغامدي الكاتب والناقد الرياضي المعروف أبو يزن، يعطيك العافية، شكرا لتواجدك معنا، شكرا لأرائك اليوم. شكرا أخوي بندر، شكرا لزميلي سعدون، كان ودي أعلق ولكن خلاص أزف الوقت. شكرا لفريق الإعداد والمتابعين قناة الوطن، أدركنا أسعد الفرص. كل الشكر والتقدير لكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا، غدا إن شاء الله موعد جديد، في أمان الله.